يعني رأي حضرتك يا متر إن عبد الصمد أفندي رايح لداهية؟ رايح لداهية ده أنت كمان؟ صحيح هو موقفه وحش، إنما مفيش حاجة مستحيلة. إحنا مستعدين ندفع من جنيه الألف. ما تتفشخرش أوي كده. على كل حال ربنا يسهل. إحنا هناخد 2000 جنيه. 1000 مقدم و1000 بعد البراءة إن شاء الله. طيب لو سمحت هنروح نجيب لحضرتك الفلوس. استأذن احنا بقى. مع السلامة. متشكرين يا متر. مع السلامة. أنا مش ممكن أسلم قضية أبويا إلا لمحامي كبير. ما أنت عارف يا كمال العين بصيرة واليد قصيرة. معلش أنا عندي تصريف برضه. بقولك يا عزوز. نعم. أنا عايزك تروح تحوم حوالين الراجل اسمه حلاوة العنتابلي ده. تعرف دكاكينه فين؟ قد إيه؟ بيعمل إيه بالظبط؟ حاجات زي كده. اني حشمشم لك عليه فشل الكلب هو. انت بتفكر في ايه بالظبط؟ اسمع يا خميس، احسن طريقه للدفاع ضد الشر الهجوم على خصمك. ما تقعدش حاطط ايدك على خدك وتستنى تدافع عن نفسك. ايه هو ده الكلام الكبير ده؟ امال ايه؟ الزمن خربشنا يا خميس، بس العمليه دي عايزه فلوس. انت معاك كام يا دنداني؟ الدنداني غلبان الايام دي، لكن مش مهم، هنزل ابيع لك ساعتي. هتبيع ساعتك؟ هي الساعة تغلى عليك ولا على ابوك يا دكتور؟ دكتور ما خلاص يا عم. طب ثانية واحدة بقى، حمامة واجيبك. واني في ساعتين زمن هكون جبت لك قرار. انت ناوي على ايه بالظبط؟ انا هقول لك انا ناوي على ايه بالظبط. انا خايف. تعرف تسكت؟ اعرف يا سيدي. انت متاكد يا عزوز ان هو ده المحل؟ ايوه، ليه اكبر محلات حلاوه العنتابلي الست. اسمعوا يا جماعه، انا ما عنديش استعداد العب اللعبه السخيفه دي. انا ابن ناس متربي بصراحه. انت جبان يالا. يلا امشي، مش عايزينك. يلا امشي. انا ماشي. امشي امشي. وسع 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 وسع. اللحمه دي مذبوحه في الشفخات، في الخشفات، في السلخانه. ايوه بيه. فين رخصه المحل؟ هي بيه. هي بتاعتي في ايه؟ شمع المحل بالشمع الاخضر، بالشمع الاصفر، بالشمع الاحمر، بالشمع الاحمر. تحت امرك يا دكتور. ايه اللي حصل بس يا دكتور؟ اللحمه دي لحمه براني، مش بعيد تكون لحمه حمير. اتاكد في نفسك يا دكتور. الله. عندك محضر ذبح خارج السلخانة، ها؟ خلصت مهمتك على الظابط؟ تمام يا دكتور. متشكر قوي. يا بيه المعلم بتاع المعلم حلاوة يا بيه. ما عشان كده لازم ناخد على دماغه. وحيد هذا المعلم. استنى. انت بتهددنا بالغول بتاعك ده. الله العظيم ده حاجة. انت واقف عندك هنا ليه؟ هاتنا عينة من اللحمة عشان نعملها اختبار مع الشوربة. يلا. حاضر. الشمع الأحمر جاهز يا دكتور. نفذ الخلع يا حضر الظابط. انت بتفرقلي ده ليه؟ مش قصدي يا بيه. حط له خلع. مش هتعمل ايه؟ افتح شوط خالص خالص. اوكي يا عصابس. اوكي يا دكتور. كله تمام؟ كله تمام. يلا بينا. وسع وصل على النبي. وسع وصل على النبي. وسع وصل على النبي. وسع وصل على النبي. حسب العينه. قول له. اتكلمنا على السبع الغرفه بتاعك. بحول الله يا رب. خدوها في العضل. خدنا كام من الدرج؟ 701 702 703 704. كويس. يلا عشان نلحق المحامي. واجب يا دكتور، بس مش متهيألي ان واد العربيه الهاني الاول. الواد ده انا خايف منه قوي، ده واد عايل. تفتكر ممكن يبلغ عننا؟ لازم نوري له العين الحمراء. بقول لك يا ده عزوز. ايوه. انت متاكد من المعلومات اللي انت تتهالي دي؟ عيد يا دكتور. طب عال تبقى الخبطة الجاية جاهزة، وراكوا الزمن طويل عن تابلي. ازاي اضحك عليك يا؟ رحت شمشمت ورحت مكتب التموين لقيت ما حصلش حاجة. اصلهم دخل علينا احنا مظبوط يا معلم. معلش بكرة بيسي جايبهم يا معلم. مبغور من وشي. البوليس ايه اللي هندخله في الحاجات دي يا معلم ونفتح على نفسنا فواتيح؟ انت ناوي تبلغ البوليس؟ سيبني افكر في الحكايه دي. صباح الخير يا فندم. الله يرحمه. انا عندي بيان جاي
ضد واحد بيتاجر في ارواح الناس. بيتاجر في ارواح الناس؟ ايوه يا فندم، عشان يكسب وما عندوش مانع يتاجرهم كمان. اتفضل اهو. ورقه وقلم اهو مسلم اللي انت عايزه. طب ممكن يا فندم بعد سيادتك لما تتاكد من جديه البلاغ تخفوا اسمي؟ مفيش مانع. افندي فين المعلم حلاوه العنتبلي؟ مين اللي عايزنا؟ اتفضل معانا، في امر بالقبض عليك. بابا ما تتخضيش يا نوره، في غلط في المساله ضروري. خير يا حضرة الضابط، في ايه؟ هتعرف كل حاجه قدام السيد وكيل النيابه. اطلبي لي المحامي وخليه يحصلني حالي. بعد بحث البلاغ اتضحت جديته. ده مين اللي بينفر ورايا ده يا اخوانا؟ وده التقرير الفني، واخد الرخصة على 4 أدوار وبنيت 14 دور. الحق عليا اللي بفرك أزمة السكن. تفرك أزمة السكن ولا تجيب أجل السكان؟ يا بيه تتصرف. تتصرف في إيه؟ الأساسات بتاعتك ما تتحملش الأدوار دي كلها، والعمارة مبنية بمواد هشة وغير مطابقة للمواصفات الفنية. بيسرقوني يا بيه، اللي بيشتغلوا معايا بيسهوني ويسرقوني. وهم برضو اللي سهوك وبنوا 14 دور. ما تقول حاجة يا حضر المحامي. ممكن سيادتك تفرج عن موكلي بالكفالة؟ آسف. يحجز المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. بس لو أعرف مين اللي اداني الزومبا دي أشرب من دمه. مسير أعرفه. ينصر دينك يا أبو كمال. هو هيروح مننا فين؟ وبالمناسبة السعيدة دي عايز أتكلم معاك في موضوع عائلي هام. خير. باختصار كده أنا داير على واحدة وعايز أتكلم عليها. الموضوع ده طالع في دماغي قوي. مين بقى ساعتها الحظ دي؟ ما انت عارفها، انهار بنت خالتي. انهار؟ اه، اكتشفت انها بنت حلال قوي وحنينه قوي وعندها بيت وعندها اساور. اه، جواز مصلحه يعني؟ مصلحتي يا راجل، لا مصلحه ولا غيره. اسمع خميس، انا رايي بلاش. ايه اللي حواراتك توريطه زي دي؟ الله، كوني اخطب انهار تبقى توريطه ليا؟ لا، توريطه ليا هي. اسمع خميس، انهار بنت حلال عايزه تعيش، بلاش تمرمطها معاك. انت هتقفلها ليه؟ تكونش عينك منها. انا مش عايز اقفلها ولا حاجه، انا بنصحك بس. مالكش دعوه يا اخويا، مالكش دعوه. يلا بينا نخطبها. يلا. ايه ده؟ مالك انهار بتعاتل ايه؟ اتفضلوا. اصل عمتي بعافيه شويه، ودتها للدكتور عشان يكتب لها على دواء محشره في المستشفى. يا الباقي في حياتك. كويس يعني. طب ده بنت حلالكم تقول الواحد فينا كان يجي معاك المستشفى. معلش، بسيطه ان شاء الله. قالوا هيعملوا لها تحاليل وممكن تخرج بكره. اما اقوم اعمل لكم القهوه. أنا متهيألي مش وقته خميس. بتقول لك شوية تحليل وهتخرج. ده أنت عليك حاجات يا جدع، أبويا في السجن وهي عمتها في المستشفى وأنت جاي تخطب. يلا يلا بينا قوم. طب والقهوة؟ قوم بس، قوم لا يقفشونا، قوم. إفراد بكفالة 3000 جنيه. زي بعضه، ادفعهم مع حد محامي. وأمر بإزالة العمارة. إيه؟ هذه العمارة كلفتها ربع مليون. احمد ربنا إنها ما تهددش على الناس. هو حضرة الظابط مش هيني؟ لا مش هيني، أشكركم. آه يا ناري لو أعرف مين اللي بلغ عني. يا بابا ده أنت قصرت تشكرهم. أنت كلامك بينقطني. أنت تسكتي نهائي. يا ست نورة برضه وده وقته يعني. أنت تخلص خالص. يلا يا بابا نروح نعمل إجراءات. يلا يا بنتي. هتدي العبارة على دماغي. يا حلاوتك يا حلاوة. الخطوة جاية عارفها يا عزوز؟ طبعا عارف. والمعلومات مظبوطة. بيشتري اللحمة من الجمعية ب 68 وبيبيعها بالغلا والكاوي. كويس، المهم تبقى كارثة في اللحظة المناسبة عشان الظابط وهو متلابس. مبروك يا ولاد، مبروك. طلع يا حلاوة، يا حلاوة، يا حلاوة. امال ايه يا عيال؟ لسه بدري يا حضرات. هيخرج بكفالة. والفرصة كويسة إننا قدرنا نطلعه كفالة. يلا روحوا اطلعوا كفالة عشان يوم البكرة. مبروك يا بابا. مبروك يا عم عبد الصمد. مبروك على إيه؟ هنجيب منين ال 200 جنيه دول بس؟ لا إحنا عاملين حسابنا. عاملين
بسبب ايه يا ابني؟ انت مش بتقول ان ابوك صرماتي؟ ما تقولش صرماتي يا معصامة الله. لا انا هقول لك، انا اصلي يعني اقول يا ابني ان الراجل على باب الله يعني. اصل الحاج ابو خميس كان محوش قرشين عشان يحج، فاحنا هناخدهم يعني. اه لسه الدنيا فيها خير. طيب يا ابني انا لما اخرج هبقى اروح اشكره ان شاء الله. لا 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 تشكره ايه؟ تشكره ايه؟ اوعى تشكره احسن، ده يزعل قوي لما انت هتشكره. انا هروح اجيب لك الفلوس.